كيف أن قطيعة الرحم لها آثار كبرى على الحياة الخارجية للإنسان، والصلة أيضا لها آثار كبرى. الآن أتحدث عن الجانب السلبي، وإنما نبهنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لذلك حتى نلتفت إلى خطورة الأمر، أن هذا الأمر خطير جدا، ولهذا ينبغي لنا أن نركز كثيرا في الاهتمام به. الإنسان لا يتسيب في التعامل مع أرحامه، حكم اجتماعي خاص هذا وهام. لاحظ، خلينا نلاحظ جميعا ما الذي كشفه لنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. لاحظوا هذه الرواية. الرواية هذه رواها لنا شعيب العقرقوفي، وهو من أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية وردت في كتاب اختيار رجال الكشي، وهي رواية مهمة جدا، رواية مفصلة، لكن سأخذ المقطع النهائي منها. شعيب العقرقوفي ذكر أنه كان في مجلس الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إذ دخل عليه رجل. هناك مقدمة لهذه الرواية لكن لا داعي لذكر المقدمة. دخل عليه رجل من المغرب. لاحظ الإمام الكاظم كيف فاجأ هذا الرجل. يقول العقرقوفي: فلما رآه أبو الحسن عليه الصلاة والسلام مباشرة فاجأه بقنبلة. ماذا؟ كيف؟ قال له الإمام، يقول للرجل المغربي: يا يعقوب قدمت أمس؟ هو اسمه يعقوب، يعقوب المغربي من المغرب. قدمت أمس ووقع بينك وبين أخيك شر في موضع كذا وكذا حتى شتم بعضكم بعضا، يعني مشكلة رحمية صارت بينك وبين أخيك، وليس هذا ديني ولا دين آبائي. شوف الإمام يقول ترى التصرف هذا لا من ديننا ولا من دين آبائنا، ولا نأمر به ولا نأمر بهذا أحدا من الناس، فاتق الله وحده لا شريك له. شوف بعدين قال الإمام كلمة، الإمام فاجأه بهالكلام، بعدين قال كلمة: فإنكما ستفترقان بموت، يعني سيموت أحدكما، أما إن أخاك سيموت في سفره قبل أن يصل إلى أهله وستندم أنت على ما كان منك. ليش سيموت أخوه؟ وفعلا مات أخوه. ليش سيموت أخوه؟ الإمام قال: وذلك أنكما تقاطعتما فبتر الله أعماركما. لاحظ العلاقة بين عالم التشريع وعالم التكوين. قطيعة الرحم تؤدي إلى الهلاك، إلى الموت، إلى نقصان العمر بعد، لكن لاحظ صلة الرحم ما الذي تؤدي. فقال له الرجل: فأنا جعلت فداك، متى أجلي؟ إذا سنفترق بموت، هو أجله كذا، أنا أجلي متى؟ فقال: أما إن أجلك قد حضر، أنت مفروض هم تموت، بس في إيجابية سويتها، يعني وصلت رحما، حتى وصلت عمتك بما وصلتها به في منزل كذا وكذا فزيد في أجلك 20. الله سبحانه وتعالى زاد في عمرك 20 سنة. يقول شعيب العقرقوفي قال: فأخبرني الرجل ولقيته حاجا أن أخاه لم يصل إلى أهله حتى دفنه في الطريق. أخوه مات بسبب قطيعة رحم، وهو أيضا حضر أجله بسبب قطيعة الرحم، لكنه تدارك نفسه فوصل رحمه، وصل عمته بمبلغ كانت محتاجة، وصلها بمبلغ. الله سبحانه وتعالى زاد في عمره 20 سنة.